يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، الإسكندرية 25-16، مطروح 23-13، بورسعيد 25-17، والإسماعيلية 31-16. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 18، العريش 26-16، طابة 28-21، شرم الشيخ 33-25، والغردقة 33-23. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 22، أسوان 35-22، الوادي الجديد 34-21، شلاتين 32-23، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.